للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سانت بيترسبرغ مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين يعني أهلا بك من جديد. هناك كلمات قوية كانت خلال الجلسة الافتتاحية اليوم الثاني، كان ربما تابعنا كلمة الرئيس بوتين إضافة إلى عدد من القادة الفارقة، والأخيرة كانت لكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع فيها ربما رؤية مصر للتعامل مع الدول الإفريقية كافة. مزيد من التفاصيل معك حسين. نعم بالفعل الرئيس فلاديمير بوتين أكد على أن العلاقات بين روسيا ومصر هي علاقات قوية جدا وهي ذاهبة نحو التقدم، كما أيضا الرئيس بوتين أشار إلى أن روسيا تعول على أن يكون العالم المنطق القوة، وذلك حسب تعبير بوتين بأن الدولة المصرية هي من ضمن الدول السباقة لهذا. نعم 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 حسين، كما استمر ربما لا يوجد أي أسئلة، لكن ما الجديد أيضا في هذه الكلمة؟ نعم، وحسب صرح الرئيس بوتين بأن الجانب المصري هو كمثل الدول الأفريقية والدول التي توافق روسيا على نظرية السيادة التامة لجميع الدول. أيضا بدوره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة خفض أسعار الحبوب، ولا سيما أن معظم الدول في العالم تعاني الآن من أزمة الحبوب، وذلك بسبب الصراع الروسي الأوكراني والصراع الروسي الغربي. أيضا الرئيس المصري تحدث عن وجهة الدول وكيفية أن تكون العلاقات بين الدول في العالم، ولا سيما بين الدول الأفريقية والدولة الروسية بالإضافة إلى باقي الدول. من جهته أيضا الكرملين وعبر المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أكد على أن الرئيس بوتين في الكلمة العامة من المقرر إلقاؤها في تمام الساعة الثالثة بتوقيت موسكو، الرئيس بوتين سيوضح للقادة الأفارقة عن الأهداف والأسباب ونظرية استقبال روسيا للمبادرة الأفريقية. بيسكوف اتهم الأوكراني بأنه هو من يرفض الحوار وهو من يتثبت بنظرية الكراهية لروسيا. أيضا بيسكوف دعا الجانب الأوكراني لقبول المفاوضات وللجلوس على الطاولة. الكلمة التي ستعقد بعد قليل للرئيس فلاديمير بوتين سيتخللها حديث واضح حول النظرية وحول المبادرة الأفريقية بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية. لربما سيكون هناك بعض الكلمات أيضا للقادة الأفارقة خصوصا حول هذه المبادرة. روسيا ستوضح موقفها للقادة الأفارقة بخصوص هذه المبادرة، ولربما ستكون هناك مفاجآت من قبل الرئيس بوتين فيما يخص الأزمة الروسية، رغم من استبعاد الخبراء إمكانية تسوية الوضع وتسوية المواجهة بين روسيا والغرب في الوقت الحالي بسبب الخطوات الغربية التي موسكو ترفضها والتي ترفض من قبل موسكو، وأيضا حسب وجهة النظر الغربية بأن روسيا تحتل الأراضي الأوكرانية، وذلك لا يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات وتسوية بين روسيا وأوكرانيا. الكلمات التي تخللتها الكلمة الافتتاحية للقمة الروسية الأفريقية منذ قليل دارت حول العلاقات بين الدول، أيضا دارت حول الاستثمار الاقتصادي والتعاون بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على السيادة التامة للدول وكيفية التعاون فيما بين الدول الأفريقية والدولة الروسية، إضافة إلى اتفاقية الحبوب وأزمة الحبوب التي تعتبر هذه الأزمة من أكثر أو من أهم الأزمات التي تعاني منها القارة الأفريقية. الرئيس السيسي كان واضحا طالب بضرورة خفض أسعار الحبوب وأيضا بضرورة توصيل الحبوب إلى جميع الدول الأفريقية التي تعاني من أزمة الحبوب. أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك، كنت معنا من سانت بطرسبرغ حيث تعقد فعاليات القمة الروسية الأفريقية. شكرا جزيلا لك حسين.